وبنياده. أيها الإخوة الكرام، أقول وبالله التوفيق، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا أن خلقنا من أمة البشر، لقوله عز من قال وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أرض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأنه له وجاء. وفي حديث آخر قال: استوصوا بالنساء خيرا لأنهن أعوان لكم. وعنه وكما قال: صدق رسوله الكريم. أيها الإخوة الكرام، أهل الحوارة، أهل ضميتي المحترمين، أخي وعزيز علي وصديقي الأستاذ أبو طارق منصور توفيق ضميتي، أبناء عمومته الأكارم، أنسباءه المحترمين، جميع المعازيم، حياكم الله جميعا. أيها الإخوة الكرام، استجابة لقول الحق عز وجل واقتداء بسنة رسوله، كان واجبا علينا نحن وهذه قرية عودة وعلى هذه الجاهة الكريمة أن لبينا دعوة حلنا وعزيز على قلوبنا فازي عبد الرحيم عيسى أبو السعيد، حيث تشرفنا إلى هذا السطح المبارك والطيب إن شاء الله، حيث نطلب يد كريمتكم طيبة الذكر وصاحبة الطهر وصاحبة العفاف، وهي التي كالشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآنسة ياسمين منصور توفيق ضميتي إلى ولده إسماعيل، وذلك على سنة الله ورسوله وعلى المهر المتفق عليه ما بينكم، آمنين من الله عز وجل، ثم منكم الموافقة وإكرام هذه الجاهة. فليتفضل أخي أبو طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً وسهلاً بكم وبالحضور الكريم، واقتداءاً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإكراماً لهذه الجاهة، فإني زوجت بنتي ياسمين إلى ابنكم إسماعيل على سنة الله ورسوله وعلى هذا الفرد. إخواني الكرام، خذ الفاتحة. أهلاً وسهلاً وأشكر أخي أبو طارق طبعاً بحقوق مثل أرواح المستشفى. فإخواني أتمنى تنظروني كيف أطعت كفاية أخي أبو طارق، استجابة لقول الحق كما قال: وتقدم لكم بجميل الشكر والامتنان لموافقتكم على طلبنا، والله ولي التوفيق، اللهم يا ربي بارك لهما وبارك عليهما واجمع على الخير بينهما ان شاء الله. وبسن سوره الفاتحه. الف مبروك لذوي العريسين وللعروسين. Thank you.
بهجة يا هلا بالحج فواز يا هلا يا هلا يا هلا هلا اهلا بك احنا اولاد ابو ساره اهلا وسهلا انا جار بعرف ابو ساره اهلا اولاد انا جار والنعم 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 مبروكين الله يرحم ابو ساره بك جار الله يرحمه والله والنعم بارك هذه لخيري لانه بيظل يقول رايك علمني سواك لورا ارجع لورا مش لقدام حتى تنقل بنزين خبط في حجر وهرين البنزينات وحرمت السواك لحد هلا بزكيش لحد هلا بزكيش هذا لانه بدي اشوفه هذا ابو هو واقف من تحت بنات هي رايك يا بنزين على جميع اسرائيل من الشمال للغرب والله خط من الشمال من اقصى من قاص الناخوره وكذا اهلا وسهلا خليه يشوفه ما هو بكل احفادي بيفتحوا لي النت وبتفرج على افلامك هسه بدي اقوله هي رايك قدامك يا هلا كيف الحال مرحبا مرحبا السلام عليكم ابروش السيفك على العافيه ابروش السياره جديده ابروش السياره هذه مش اللي هي لا هذه رب اخ لك لم تلده امك صحيح. هذا حديث مصبوط. اتصلت فيه تشيك اليهودي قلت له السياره صار فيها هيك كيف بدك سيارة بجيب لك سيارة روح على بتاعتك رخص هالسيارة وسجلها وجاب لي إياها على الطرف ممتاز والباص خفيف حاطه لسه بكل تمني بسواش تصليحه بتشل في كثير تصليحه تصليحه بتشل في كثير تصليحه كلفه خلاص خلي كذا وانت احسن لك خليني عليها والله يحسن لك والله